قبل البريك وقفنا مع picture number 2 والجعدان خالد ما شاء الله هو اللي جاوب وقال انه he is reading a book. طيب مين يقول لنا picture number 3 غير خالد؟ he is يلا يا صالح تفضل. He is going to swimming pool. قولها تاني كده. He is going. أيوة. To. دي ثابتة معنا. أيوة الله يفتح عليك. قولها تاني بصوت عالي. He is swimming. No. صالح قال صح. بتقول يا أحمد خطأ. مين يقول؟ سعد؟ سعد السبيت؟ مين آيفون؟ صالح؟ في مشكلة عندك يا صالح تقريبا. طيب سعد يلا يا سعد أو صالح أي حد فيكم. أستاذ محمد معلش فصلنا التندي. بيحصل معي ولا يهمك. قول تاني كده اللي قلته صح قبل ما تخرج. He is going. أيوة. To swimming pool. To إيه؟ Swimming pool. ليه بقى الآي إن جي؟ ما أنت كنت ماشي صح. He's going to. ها؟ Swim. يلا صالح. ولا swim. بالضبط كده. He is going to swim. ممتاز. اوكي. ولا ثاني احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا ثاني احمد. احمد حمدي. احمد انا. ايوه معك يا استاذ. قولها ثاني اللي هو قالها صالح دلوقتي. He is. ايوه. Going. ايوه. To swim. قولها مرة أخيرة يا أحمد بدون ما تقطع كده وتديني بالقطرة زي الجماعة بتوع القطرة. He is going to swim. Number four. مين ما سمعناش صوته النهارده؟ أجاوب يا أستاذ. يلا يا سمسم. يلا مش مشكلة تفضل حبيبي. She is going to walk. She's going to walk. Yes. How to jog. How to run. حسب بقى الصورة. جميل. Right. Yes. طيب ناخد تركي أو بدر المنصور أيهما أقرب للمايك؟ تركي التويدري أو بدر المنصور أيهما أقرب للمايك؟ نعم يا أستاذ. يلا يا بدور. Number 5 تعرف تقولها؟ 5 they are going to play tennis. ممتاز رائع جدا رائع جدا ما شاء الله. طيب ناخد number 6 تركي تويجري لو هو سمعنا. يلا يا تركي أبو الأتراك مش سامعني. طيب فواز طيب سعيد الخلدي سعد الرويس علي الهجري الناس اللي مشاركتش دي خالص معلش يا استاذ بس ايش قاعد تسوي. طيب يلا يا علي اتفضل حبيبي. هي قاعده تشتري يعني؟ نعم أنا سامعك. هي قاعدة أقول هي قاعدة تشتري لأني ما فهمت الصورة. بس سامع والله صوت آخر جملة قلتها إيه؟ أقول ما فهمت الصورة. ما فهمتش الصورة بالعربي يعني. جرب مش مشكلة مش يفرق معايا الفيرب يفرق معايا الصيغة يعني مع صورة أسامة نمبر 4 قلنا walk run jog المهم إنه المعنى وصل.
نمبر 6 كده جرب. She is going to buy gold. To buy gold. She's going to buy gold. ممكن. حسام عندك رأي تاني؟ رأي جميل جدا. علي. She is buy gold. She's going eh? She is buy gold. انت كل الامثال اللي فاتت دي من اول الدرس لغايه دلوقتي ولا مثال منهم استوعبته ان احنا بنستخدم be going to plus verb؟ ولا مثال منهم استوعبته am is are plus going to plus verb؟ ما استوعبتش اي مثال من الامثله اللي عدت دي؟ لو عدناها هتطلع تقريبا ما لا يقل عن 20 مثال. لو مش فاهم قول لي عادي ما عنديش مشكله خالص. اعيد تاني. ايش رحت صعب انه بعد 20 مثال يتحلوا انت تيجي تقول في الاخر مش فاهم. مش عشان حاجه، مش بتكلم عنك انت، بتكلم على انه كان لازم من الاول توقفني تقول لي عيد يا مستر، مش لما نوصل للمثال رقم 20. صح ولا غلط؟ صح. جميل، باين جدا في كل الامثله اللي موجوده في المربع اهو فوق. I am going to، she is going to، they are going to، ثابته مش بتتغير. بيجي بعدها الفيرب حسب الصوره، مره dance, read, swim, walk, play, buy. قولها تاني كده. يلا اتش. حسام. She is going to buy gold. She's going to buy gold. Okay. Number 7. الناس اللي مستخبيين تحت. فواز، عمر، سعيد، سعد، سعد، هزازي. They are going to watch movies. مساح عنده المايك يرد يجاوب معنا. They are going to cinema. They are going watching or they watching are going أنا عايز القاعدة ما تغيرهاش، ما تلعبش في القاعدة. They are going بين قدامك في الصورة هو. They are going. أيوة مش سامعك يا أحمد، علي صوتك حبيبي. أحمد ثبت القاعدة، ما تلعبش في القاعدة، القاعدة ثابتة مش بتتغير، بيتغير الفيرب بس. I am going. She is going. ها؟ إيه اللي تحت خط قدامك ده يا أحمد؟ To. بالظبط. To. قولها تانية. جاوب تاني، جاوب. لو جاوبتش أصلا جاوب. They are going to. أيوة. بعد التو وش هو؟ Stop. جرب أي verb يجي في بالك. Watch. سي جو. المهم ان انت تعمل التكوين صح. يلا جرب كده. They are going to move. ولا ما تجي. They are going to what? Move. Movie. طب هو movie ده verb؟ Movie ده verb؟ زي watch. Watch movie. Watch movie. قولها تاني كده يا احمد. They are going to movie. انت مصر يا احمد. احنا عايزين verb. Verb يعني celebrate, stay, cook, order, stop, be, go, watch, see, watch. Read. اي verb. ولكن يلا انا معاكم.
يلا انا معاكم. استاذ they going to watch movie. قولها بصوت عالي لو سمحت. They are going to watch movie. They are going to watch going a movie. انا هعتبرها صح 100% لانه انت مش عارف الاسلوب نفسه او الصيغه بتاعتها، بس صح انا احسبك صح 100%. طبعا هي الاصح they're going to see a movie وليس watch، لان هم حاليا they are in the cinema or they are in the movie theater. It's okay. ممتاز جدا فواز، له فترة ما سمعناش صوته، أول مرة نسمع صوته، صح يا فواز؟ استاذ المثال الأول. الحمد لله على السلامة حبيبي، تفضل يا خالد. دام فضلك استاذ، المثال الأول يقول they are going to go dancing، ليش ما قال مثلا they are going to dancing أو dance؟ رائع السؤال. كان ممكن نقول طويلة طويلة الجملة. حاضر هقول لك، مش احنا مش بنبيع بالقماش حضرتك فبالمتر وطويله وقصيره، ها تركيبه جمله، ها ماشي كده عشان بس حدش يفهم غلط. They are going to dance، ده الحل الثاني صح. رد علي تسالني انها صح ولا لا يعني. They are going to dance، صح ولا خطا؟ They are going to dance، صح. صح جدا، صح خالص، لان انا حافظت على القاعده بتاعتي after going to هيكون the stem of the verb بدون تغيير ولا ing ولا حاجه. اما الصيغه go وبعدها verb كمان لازم يجون بعد منه ing، go dancing ING، go shopping، go running، go وهكذا. يعني go plus verb ing دي صيغه تعبيريه على بعضها يعني. بس طب كان ينفع اقول they are going dancing يعني كده على بعضها؟ هنا انا غيرت كده، انا هبقى غيرت القاعده، القاعده كقاعده وليس المعنى كمعنى، القاعده كلها هتبقى تغير شكلا وموضوعا، اتحولت من going to الى going فقط. طب ايه الفرق يا خالد؟ حلو سؤالك. لو انا جيت قلت بناء على سؤال خالد الجميل جدا، قلت I am going to مثلا جدة، اوكي رجعت قلت I am going to go to جدة. من حيث المعنى يا خالد هل في فرق بين الجملتين؟ لا نفس الشيء، كلهم نفس الشيء، ما تقعد تترجم 10 سنين. اوكي okay. صح. اما من حيث المبنى المبنى اختلف، نتكلم عن المبنى دلوقتي مش دعوه بالمعنى. من حيث المبنى، المبنى اختلف، هنا الصيغه الاولى going to go، هنا اصبح هو الفيرب الاساسي في الجمله. عرفت منين؟ لان انت قلت going to جده، جاي بعدها noun the place، المكان اللي انت هتروح. اما الصيغه الثانيه I am going to go to Jeddah، فين الفيرب الاساسي؟ go اللي هو ده، الله يفتح. اما دي اصبحت ما الا وسيله في تركيبه اللغه to give me the expression for the future، تعبر فقط عن المستقبل. واضح كده؟ واضح، يعني ما لها علاقة يا أستاذ إنه بالمستقبل الآن أو الحالي، هي نفس الشيء. الصيغتين سواء الجملة اللي فوق أو اللي تحت. الأولى أو الثانية مشتركين في حاجة واحدة من حيث المعنى، ألا هو التعبير عن المستقبل. أما من حيث المبنى فالأولى بتنفرد إن هي to express for now. بس وصلت الفكره؟ واضح واضح، يعطيك العافيه. مين لسه ما فهمش يقول بدون خجل او بدون كسوف او بدون حياء زي ما يحبوا تسموها، سموها بقى. مين لسه عنده مشكله مش فاهم القاعده وعايز اعيد؟ ها يا شباب، يا
يعني لو سألت حد من الآخرين زي عمر العمري أو سعيد الخلدي أو سعد الرويس أو رائد المحندب هيردوا علينا؟ هيجاوبوا؟ طيب تاني الأسماء اللي قلتها يفتح المايك ويردوا علي: عمر العمري، سعيد الخلدي، سعد الرويس، رائد المحندب، تركي التويجري. هلو هلا استاذي. من هذا الذي؟ رائد. هلو. تفضل يا رائد، اسمعك حبيبي. برضو رائد من الناس اللي اتحلت مشكلة عندهم مشكلة المايك ما شاء الله. رائد حاول تبعد بس عن الضوضاء اللي جنبك. شايف الصورة رقم 8؟ رائد سمعني؟ في مشكلة عند رائد برضو بيتكلم بس صوت مش طالع. طيب الناس اللي قلت على اسمائها باستثناء رائد: عمر، سعيد، سعد، هزازي، التويجري. مين مش فاهم عشان نعيد الجزئية دي؟ طيب جميل جدا، بما ان الامور كده تمام، حد بقى من الناس اللي جاوبت وليكن بدر الدوسري to express picture number 8. مين؟ مين يا شباب؟ هو صوت مش واضح او انا لا واضح ان شاء الله؟ لا واضح، واضح حسن. جميل، تفضل يا اخوان. انا سعد الرويس بس قاعد اسوق الله يعافيك. ربنا يديك الصحه والسلامه وتوصل بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا استاذ. حياكم حبيبي. قال لي طب يلا يا خالد تفضل يا خالد. He's going to talk with phone. He's going to talk on the phone. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا ابو عبد العزيز. هلا بك استاذ محمد. كنت في مكان مثال الله يعين بس للقاعده اللي بتقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، او ما لا يدرك جله لا يترك كله. استاذ جاوب. شكرا يا ابو عبد العزيز. تفضل يا حسام. He is going to work. He's going to work. مثلا. وبمناسبة He's going to مكدل. بمناسبة He's going to work من الجمل اللي بتعمل لبس عند بعض الناس. لأنه كلمة work تنفع verb وتنفع noun. فلما تيجي تكتبها كده تعملك إشكالية كبيرة. He's going to work. فانت تبقى متحير، هو الفيرب هنا فين؟ ها؟ هو go ولا work؟ دي من الجمل اللي تشكك شويه في نفسك يعني. It's okay. ولكن لان احنا في القاعده بتاعتنا فاحنا هنعتبرها ان هي دي الفيرب، the main verb. طيب مين عنده اسئله في الجزئيه دي تاني؟ مين الدنيا مش واضحه عنده او الدنيا ضبابيه او هيخرج من الدرس النهارده حاسس ان في اشكال؟ عشان ما تروحوش كده تصدعوا الراجل الطيب ده وتقولوا له مش فاهمين ومش عارف ايه والكلام الغريب اللي بتعملوه ده. وانتوا معايا اهو ما شاء الله عليكم، عددكم 21 اهو، يعني 20. مين لسه مش فاهم باستثناء احمد لسه داخل طبعا؟ اكرر، مين لسه مش فاهم القاعده؟ انا استاذ لاني توني جاي. ما انا قلت باستثناء احمد. اذا واضح جدا يا احمد ان انا قلت ثلاث مرات مين مش فاهم ومحدش رد. فما لو حد بس كده فكر ان هو يهوب ناحيه الواتس عندك ويقول لك مش فاهم، اعمله البلوك اللذيذ. ماشي يا ابو حميد. مين تاني مش فاهم؟ انا بعد ما احمد ما فاهم. الاحمدان مش استاذ احمد استاذ واحمد مجرشي. لا استاذ بس بعدين ترفع عشان ما ننسى نراجعها يعني. مش سامعك. بس بعدين ترفعها بس على اليوتيوب عشان
هرفعها طبعا. حاضر ان شاء الله الصبح ان شاء الله يعني الساعه 8 كده. اي حد بس يبعت لي سلام باب التذكره وانا الصبح ان شاء الله ارفعها على طول. مين لسه مش والله اي حالات بعد المحاضره تكون ترفع افضل يعني. هو المفروض دلوقتي بس انا حاليا انا هخلص معاكم يعني هيبقى عندي محاضره فلو لقيت وقت كده بديهم بريك ولا حاجه تمرين ممكن ان شاء الله ارفعها. طيب تاني يا جماعه مين لسه؟ طيب يا استاذ اتفضل يا علي. بالقناة اللي تنزل فيها الشرحات. القناة حاضر ونخلي أحمد يبعث لنا أي فيديو يعني من الفيديوهات السابقة. هتلاقي نفسك دخلت في القناة ونفسه في الجروب حق الانجليش صح؟ أكيد طبعا. طيب تمام كده جميل. يبقى باختصار be going to, be اللي هو am is or are, going to plus verb I am going to, she is going to, they are going to, بعدها the verb بدون اضافات لو بدون ing بدون ed بدون اي اختراعات. going to celebrate, going to stay, going to cook, going to order, going to stop, going to be بدون اي اضافات. يبقى اللي بالاخضر ده ثابت مش بيتغير ابدا. بس يا ريت يا استاذ تحط له الارقام يعني على كل اجابه يعني. مش سامعك حبيبي صوت في غروشه كده. استاذ يا ريت تحط الارقام مثلا السؤال رقم واحد تحطه على الاجابه. حط الرقم على الاجابه. ما هو انت لو متابع القناه من زمان والفيديوهات اللي احنا بنرفعها كنت هسال السؤال ده. انا دايما بعمل كده بقول ان ده الجزء الاول ده الجزء الثاني خلاص يعني اللي كان قبل الفاصل هيبقى جزء وده جزء ثاني. اما اللي باللون الازرق ده فبيتغير حسب subject pronoun am after I, is after he she and it, are after you we and they. واخدنا مثال او اكتر من مثال وكان مثال الجمله الاخيره he is going to answer the phone, he is going to talk on the phone, he is going to work زي كده. مين تاني لسه مش فاهم؟ جميل. ولانه النهارده اول يوم فانا مش هشرح ازيد من كده مش هثقل عليكم يعني نخف الضغط شويه. اول يوم في الشرح بشكل رسمي يعني او عملي الرسمي كان في الاسبوع اللي فات او حتى امس. وهكتفي اليوم على هذا المقدار البسيط وهطلب خذت الحضور يا استاذ. نعم تسلم حبيبي شكرا. حضور جزاك الله خير انت ذكرتني. وهنطلب من احمد انه يرفع لنا فيديو كده غير الفيديو ابشر يا استاذ يكون على القناه. الفيديو ده هيساعد ان شاء الله من الحلقات اللي قلت عنها. الله يفتح عليك. يعجبني احمد انه دماغه حاضره كده ما شاء الله. ما في مشكله استاذ ابشر. برضو اللي ذكرني بالغياب دلوقتي ما شاء الله ما في مشكله. حد انا كنت استاذ انا جيت متاخر عشان كنت في طريق الرياض يعني ما بقدر ادخل لان ما في رسائل واجد. الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك توني واصل الحين الدمام. تمام الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا استاذ. حد عنده اي اسئله يا شباب قبل ما نختم؟ كنا نتواصل معك استاذ على الواتساب. ها الصبح ان شاء الله كده او النهارده بالليل متاخر خلاص 9 كده 9 ونص ما في مشكله. اوكي ما في مشكلة. أوكي شباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.